إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، طبتم وطابت أوقاتكم بالمسرة وبالمحبة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أينما كنتم وأينما تواجدتم على زوايا وجنبات أرضية ملعب مدارس عبد الرحمن فقيها النموذجية، سألتي إلى أهداف اللي سجلها الفريقين، لكن هذه لمسة ممتازة، هذه لعبة في الأمام الآن. يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله، يا سلام اللعبة، الله 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 الله، اللوحات الجميلة التي رسمت كثيرا، وهذه واحدة يا الغراويم يا معتز، هذه لعبة، هذه وحدة، معتز يا معتز، يسجل معتز في الدقيقة الثامنة، يتقدم بثغور الجو ويطيرون في ملعب مدارس عبد الرحمن فقيها النموذجية ويسجلون الهدف الأول. يا هو جول ملعوب، يا هو جول متعوب، يا هو جول مرسوم، يا راح نتابع الآن والمطاري في مرماه عبد الله وخالد الشنقيط، الشنقيط الشنقيط، كرة تعدت إلى خارج أرضية الملعب وبعد ذلك تحول. هتابع الآن وحنشوف على طول المحاولة، لمسة عند برهوم، برهوم برهوم يا برهوم يا برهوم يا برهوم يا برهوم، الله 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 الله، لا ما زالت الخطورة قائمة. ثاني على شيئين، لقب البطولة وأيضا كذلك هداف البطولة. إلى هتابع وحنشوف. لا أوهو 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 أوهو، لا يا برهوم، لا يا برهوم، لا يا هوساوين. هتابع على طول، كرة منقولة في الأمام، البحث عن الشاعر مهند، مهند حتها، السلام، محاولة، الضغط موجود، لكن المحاولة قائمة، العرضية، العرضية، يا الله على الكرة الماضية، يا الله، يا الله، يا الله على اللعبة الماضية. وبالتالي وصل السهلم، ومعها مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حكم اللقاء الكابتن أحمد عبده أطلق الصافرة وأعلن نهاية القسم الأول والفترة الأولى من هذا اللقاء. الشوط الأول أتركنا عزيز المتابع بتقدم الصقور الجو بنتيجة 1-0 عن طريق معتز الغروي. الحارس حقنا تغير، ايوه ماشي، السلام السلام، يس السلام، شكرا شكرا. إلى الشوط الثاني، ما جاء الله مع بداية مرهوم، كاد أن يسعد أنصار مدارس عبد الرحمن فقيه، لكن عبرت الكرة الماضية، عطي صقور الجو، هذه الوين رايحة؟ الوين رايحة؟ الوين رايحة؟ يا دوسري يا دوسري يا دوسري يا دوسري يا دوسري، يا الله، حلوة يا فهد، حلوة 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 يا فهد، عادت من جديد، يا سلام يا سهد، فرصة، اوهو اوهو اوهو، جول 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 جول، هذه كيف عدت؟ لا هذه كيف عدت؟ ما زالت ما زالت، ياه على فرصة، ياه على فرصة، حيث الزهراني ناصر الزهراني في اللقطة الماضية، هذا هذا ريان وهذا المالكي وهذا ريان، ريان ريان وناصر، ريان الزهراني الزهراني الزهراني، مر مرر، غروي راح غروي راح غروي راح غروي راح 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 راح، والشاعر راح بالجول الثاني، نعم معتز راح، والشاعر راح 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 بالجول الثاني، والصقور تو يحلقون للمرة الثانية ويسجلون الجول الثاني، نعم هذه المرة عن طريق من؟ عن طريق مهند الشاعري، يسجل أول أهدافه في هذه البطولة، نعم أول أهدافه، أول أهداف مهند الشاعري، أول أهدافه في هذه البطولة، انفكت العقدة يا مهند، انفكت العقدة. وهذا عبد العزيز، عبد العزيز لنادر، هذا نادر هذا نادر هذا نادر هذا نادر، مررها، جول 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 جول، يا هذا مين؟ هذا هداف البطولة، هذا مين؟ هذا الجعفري، هذا مين؟ هذا نواف، هذا مين؟ هذا اللي وصل للجول رقم كم يا عدنان؟ وصل للجول السابع، وصل للسابع يا عدنان.
الآن ويوصل للسادس 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 وصل وصل نواف للسادس وأعلن نفسه هدافا للبطولة. لتني دوسري دوسري عراض توريشا لها وصلت لمعتاز معتاز يحاول لكن ماذا بعد ذلك؟ أوهو هو 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 يا مهند يا مهند يا مهند عدت الكرة الماضية يا مهند. يا سلام المحاولة برافو يا العرياني برافو. عادت الكرة عند معتز معتز راح معتز راح معتز وقف معتز وقف رفع راسه يدور على مين؟ يا عيني يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا سلام هي جول 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 هي ها 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 ماذا أشار أحمد؟ هل هناك تحايل؟ نعم تحايل. تمريرة حاضرة من ثم بعد ذلك النظرة على طول التمرير والإبعاد الموجود ومع الكرة الماضية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء حكم اللقاء الكابتن أحمد عبده أطلق الصافرة وأعلن نهاية هذا اللقاء 3 لصقور الجو لا شيء لمدارس عبد الرحمن فقيه النموذجية بثلاثية معتز ومهند ونواف. صقور الجو يحلقون في بطولة الوحدة أبطال مكة ويصلون لدور الثمانية. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء تقبلوا خالص تحياتي أنا محدثكم مختار حمزة على أمل بأني وفقت في الوصف والتعليق على أحداث هذا اللقاء.